أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مملكة البحرين تواصل تعزيز مساعيها الهادفة إلى تنويع قاعدتها الاقتصادية والانتقال من اقتصاد مستهلك يستورد إلى اقتصاد منتج يصدر في مختلف القطاعات الحيوية، مشيرا إلى أن الاستثمار في تطوير المهارات والخبرات مستمر لبلوغ كافة التطلعات والطموحات. بما يسهم في مواصلة تنمية الاقتصاد وخلق الفرص الواعدة للمواطنين تحقيقاً لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. جاء ذلك لدى مشاركه معالي الشيخ سلمان بن خليفه الخليفه وزير الماليه والاقتصاد الوطني في جلسه حواريه حول التمويل والقرارات المؤثره عالميا ضمن جلسات اليوم الثاني من مبادره مستقبل الاستثمار بنسخته السادسه والمنعقده في الرياض بالمملكه العربيه السعوديه الشقيقه تحت عنوان الاستثمار في الانسانيه تمكين نظام عالمي جديد. واشار معالي الوزير الى اهميه توحيد كافه الجهود المبذوله للحد من اثار التضخم ومواجهه تحديات سلاسل الامدادات العالميه والتي ادت الى رفع اسعار الطاقه والمواد الغذائيه الى جانب توفير التمويل الملائم لدعم التغيرات المناخيه وتقليص انبعاثات الكربون ودعم مختلف القطاعات المعززه للنمو الاقتصادي بما يشمل القطاعات غير النفطيه والتي تشهد نموا ملحوظا خلال هذه الفتره وثمن معالي وزير الماليه والاقتصاد الوطني في هذا الصدد مبادره صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكه العربيه السعوديه الشقيقه لاطلاق مبادره سلاسل الامداد العالميه لدورها في تعزيز جهود دعم سلاسل الامداد والتوريد وأشار معالي الوزير إلى ما يمثله تباطؤ الأنشطة الاقتصادية في عدة دول حول العالم من انعكاسات على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى التحديات المالية التي تواجهها بعض الدول بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا. ولفت معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن استمرار نمو الاقتصادات الخليجية رغم التحديات التي يواجهها العالم جاء بفضل الرؤى الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو. قاده دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه حفظهم الله والتي ساهمت في تقليل اثار وتداعيات التحديات العالميه وأكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مملكة البحرين سطرت قصص نجاح متميزة في مواجهة كافة التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى الجهود الوطنية لفريق البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي أسهمت في اتخاذ الخطوات الاستباقية والتدابير الوقائية اللازمة للتصدي للجائحة من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات. وموائمتها مع متطلبات النمو الاقتصادي لاستمرار مساعي التنمية بكافة مساراتها